الأهلي يفوز على المحلة 2-1 ويقتنص ثلاث نقاط ثمينة تساعده على العودة للصدارة مرة أخرى إن شاء الله بعد الفوز بالمؤجلة. الهدف الأول كان من محمد مجدي قفشة ركلة جزاء حطها باقتدار محمد مجدي في السجول بعد ما توجع عمرو شعبان، ثم هدف التعادل لغزل المحلة أحرزه حميد ماو من خطأ دفاعي، طبعا نتمنى انه ما يتكررش تاني. وبعدين في الوقت بدل الضايع تمكن محمد شريف باقتدار من احراز الهدف الثاني، هدف الفوز بالثلاث نقاط.